خديجه بنت غنى مثال الاخواني للتدليس. ها وقد اتاكم النبأ العظيم، اطمئنوا المسجد الاقصى بخير والصلاه فيه تتم بيسر وسهوله، فلا مانع من توجهكم اليه وتاديه الشعائر الدينيه. ومن قال لكم ان اسرائيل تمنع الصلاه والتجول في ارجائها؟ انها شائعات مغرضه يطلقها محور المقاوله، لا تصدقوها. اي كمان اقول لكم، بعرف انكم مصدومين من كلامي ولكن هي الحقيقه، واذا مش مصدقين فها هي الطفله المدلله لقناه الجزيره ولنظام حمد من قبل ولتميم بن حمد من بعد، تدخل القدس ومسجد الصخره دخول الفاتحين دون اطلاق رصاصه واحده، وانما لختم اسرائيلي وحمايه. ولكن كانت هي المدللة للقرداوي التي لم تعشق ابدا بالحجاره البندوره المعفنه تماما، كما فكر الاخوان وكما قال الاخوان المعفنين انه سيحصل. اي خديجه بن قنة كشفت بصلاتها في المسجد الصخره كل تدليس حماس وكذبه وكذب القرداوي وغيره، وهي التي لطالما دافعت عن توجهات حماس والاخوان من على منبر الاخوان الاول. قناه الجزيره تحكم انتهت الحرب بغزه وعادت احسن مما كانت عليه، وعاد اهلها الى بيوت وحياه، وتم سد رمق الجوع وجوع اطفال غزه وحرت فلسطين. ام ان المصلحه القطريه والاخوانيه وعلاقه الحبل السري مع نتنياهو اللي وضع القدس ومساجدها تحت اشرافه تقتضي تلميع صورته، فانتدبت تلك الاعلاميه الجزائريه التي اشتهرت بعلاقتها مع ضباط الموساد وحظيت برعايه واهتمام اريل شارون خصيصا في السابق بالقيام بتلك الزياره والصلاه. واي رساله تريد جماعه الاخوان المسلمين والدوحه ايصالها للسنوار والضيف وباقي القيادات الحمسويه في غزه والضفه؟ قولوا لي، خصوصا وان بطننا قالت الاقصى بخير وحرية الصلاة فيه مكفولة، وهو تحت الاحتلال. القدس بخير وهي تحت الاحتلال. لا ضير من نصراتي في القدس الأقصى بإذن الاحتلال. وعلى شو الحرب دمكم؟ على شو سفك الدم الفلسطيني؟ لمصلحة مين ومن شان مين ولأجل مين؟ ما عرفتم. إنها لمصلحة إيران التي تفاوض الولايات المتحدة تحت الطاولة، تعرف تحت شروطها برفع العقوبات عنا بأحسن ما يمكن، خاصة ترفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني وغيرها من الحركات اللي تابعة لها، خاصة الإفراج عن أكثر من 22 مليار دولار امريكي محتجزه في البنوك الغربيه وباليابان. They don't care what's happening and what will happen لاهل فلسطين ولغزه. مصلحه الاخوان المسلمين اثبتت انها مصلحه المنافقين. مصلحه قطر ايضا اثبتت انها مصلحه المنافقين. بدهم يقدموا حالهم انه يعني الدم الفلسطيني لا يجوز ولا يجوز. في كتير تساؤلات ما فينا ولا ما فينا نجاوب عنها، بس ما زلنا بنعرف انه هن عم يقتاتوا من هذا النفاق وعم ينفخوا بشيء اسمه فتنه. صلاة بن قنة بالمسجد الصخرة منا سوى دعاية بروباغندا ما لها ثمن لا لإسرائيل ولا لنتنياهو، وهي بالتواطؤ أكيد مع قادة حماس بالدوحة، وأكيد هن ما عم يحاولوا يخدعونا بالكلام المعسول الإيراني وترويج قناة الجزيرة اللي يعني قوي. نحن ما بدنا لا فتنة ولا لعب على المشاعر، ولا بدنا ندس اي يعني نعمل اي شيء الليجل،
ولكن ما فعلته الجزيرة تفعله هو ضد الصلاة وضد المصلين وضد السلام. منشان هيك نحن لازم نقول we had enough، كفاكم متاجرة ومجاهرة بالشيء والعمل بعكسه، كفاكم تدليس باسم القضية وباسم الإسلام. إسلام، لقد سقطتم وسقط القناع عنكم، أنتم حسالة ومصيركم حسالة كما يكون مصير الحسالة. دمتم بألف خير. We'll be right back.